الاهلي يواصل انتصاراته ويهزم منتخب السويس 1-0 بهدف لحسين الشحات في الوقت القاتل ويتاهل لدور ال 16 لملاقات الداخليه. كابتن شريف الف مبروك. مبروك. فوز صعب ولكن هي دي ماتشات الكاس كده. هي دي ماتشات الكؤوس ولكن انا وانت نكسب. صح؟ انا وانت نكسب. قلنا الفرقه اللي لازم تنزل من الاول ده فرقه المنتخب السويس هتلعب 9، انت عايز بلاي ميكر ويطلع اطراف وحركه قلنا لعيبه الاهلي لو اتحركت اتحركت في كورتين ثلاثه. جون واحده ضربه جزاء وما جاتش والثانيه جون. ف لازم يعني اللعيبه تاخد بالها من الحاجات دي، لازم تسهل الدنيا على نفسها بالتحركات خصوصا لما بيبقى في فرقه بتلعبك دفاع متكتل زي دي. كويس، اديك عندك لعيبه هو بيلعب يمين بيلعب شمال بيلعب حسين شحات عنده الحلول، عنده حلول وعنده جنبه لعيبه ثانيه ممكن تستفيد من كل القصص دي. ما تسلمش نفسها للديفندر مثلا، هي تحركات خطوتين يمين خطوتين شمال وده كلام سهل عليهم هم لان هم اللي بيبقوا جوه الملعب مش احنا يعني. هو اللي بيقدر ظروف الكرة جايه ازاي والتحركات شكلها ازاي. صحيح. ف انت صعبت على نفسك ولكن كويس كويس تعرف ماتشات الكاس بتبحث عن انهاء المهمه من اول شوط مش من تاني شوط او بتخلي الماتش. اديك شفت فرقه السويس راحت على الجول مرتين، ها كره انفراد لولا الراجل اللي استلمها متاخر شويه كانت ممكن تبقى، وكره اتشاطت عدت بالعرض كده من قدام محمد الشناوي. انا لو في الجون الكره دي ما حدش يدور لها رايحه فين يعني. فدروس مستفاده كلها من مباراه اليوم. لعيبه كانت بره خالص، كولر دخلهم النهارده الملعب وحسوا بالجيم وحسوا بالرجوع للماتشات الرسميه تاني. انت محتاج كل الحكايه دي عشان نخلص بقى موضوع الدوري وليك هتروح متهيألي للداخليه في كاس مصر. حكايه في ايدك متناوله. ايوه حكايه في التناول يعني متناول ايديك انك انت بأبسط الأمور وكل يوم ربنا بيفتح عليك وبتكتشف حاجات في الفرقة وبتكتشف عناصر تقدر تستفيد منها في أي وقت زي ما الكباتن قالوا. أنت عندك دكة بره أساسيين كلهم مظبوط، ما فيهمش غير الولاد الصغيرين اللي هم رأفت وفخري ودبيس. كويس. فعندك ما عندكش مشكلة خالص يعني، حتى اللاعب وأنا بلعب في الملعب ما عنديش مشكله. انا نفسي مع قرارات نفسي انا معايا سكواد جامد قوي جوه الملعب وبره الملعب، فالفرصه اللي بتجيلي وانا بلعب لازم ادي الكره العاديه بتاعتي انا من غير عصبيه ومن غير ما احمل نفسي دوافع ملهاش اي لازمه جوه المباراه. عايزين نستغل دايما المكاسب اللي احنا بنعملها للحاله النفسيه بتاعتنا، المورال بتاعنا فوق خالص يعني. عايزين نكمل بقى زي ما حسين الشحات كده بيجيب الكوره وقف وبص وحط الكوره. نوعيه الهدوء ده هو ده في التنفيذ يعني. مظبوط. هو ده اللي لازم يواجبه كهربا يواجبه محمد شريف لما يلعب. الحاجات دي كلها بنبقى بالنسبه لنا ايجابيات يعني. هو في لقطه بس كوميدي حصلت في الشوط الثاني. انا ما بتكلمش بالنسبه للحامل الراي. الخطا الاكبر يقع على حكم مباراه لانه ما كانش مركز. ما لا يعني الحكم مباراه لو مركز كان هيقول لحامل الرايه نزل للرايه الكره دي ركله مرمى. والله مفيش تسلل. هقول لك على حاجه عين. فانا بس بتكلم علشان ايه؟ حسين الشحات انفعالاته يعني يمسكها شويه، يعني يمسك شويه لان ممكن اي حكم حتى وان اخطا ممكن ينفعل هو نفسه على حسين الشحات، فاقصى حاجه هيديله ايه؟ ممكن يديله كارت اسود، ممكن يديله كارت احمر. ايوه صح، لازم ياخد باله من الحاجات دي. فحسين الشحات لازم ياخد باله من النقطه دي، مهم جدا فعلا الحكم اخطا فيها. وانا بقول اللوم الاكبر يقع على الحكم مش يقع على حامل الراية. ده خطا في القانون، انما الحكم كمان ما كانش مركز. يعني الحكم لو مركز هيقول لازم نزل الراية واللعب يستأنف او يعني يتلعب عادي، الكره تتلعب عادي، انما خطا كبير جدا على حكم المباراه. خاصه شحات انت ليك حكايه في افريقيا. يعني بنفس الشكل بقى غيرين نهدى شويه، ركز في الملعب، انت لعيب كويس والفرقه محتاجاك وده الوقت بتاعك حقيقه. ده وقتك تقدر تسطر لنفسك اهداف واداء وكل حاجه وترجع تاني للمنتخب اساسي باذن الله. والحمد لله
احنا عدينا من ماتش الكاس ده بخير وبسلام الحمد لله. هو بقى الماتش الجاي وعقبال الباقي باذن الله بإذن وكلنا بنستفاد. الماتشات اللي زي دي كلنا بنستفاد في الراي وفي الشكل وفي التشكيل وفي الاداء وفي كل حاجه. وانا برضو خارجين من معارك يعني خارج من معركه افريقيا لازم هيبقى في شويه حاجات صغيره كده صحيح انما اندر كنترول يعني وبنكسب كل يوم لعيب بيجي النهارده يمكن المورال بتاع القندوسي ينفرم بقى جوه الحكايه بعد الاسيست اللي عمله ده يعرف ان الحكايه ان شاء الله 18 قريب يعني اروح بقى 18 واتعامل واخش جوه الفرقه يعني باذن الله التوفيق ومبروك يعني يا رب ان شاء الله.